عليكم حبايبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم طيبه، كل شيء في امان الله. داكشي اللي كنتمنى، جيتكم اليوم بقصه جديده. كنتمنى من كل قلبي انها تلقى الاستحسان ديالكم. الا كنتم مستعدين يلا نبداو القصه، ولكن قبل ما نبداها وجب علي الاعتذار لانني غبت عليكم هذا الاسبوع هذا نظرا لظروف شخصيه ما غاديش ندخل في لي ديتاي ديالها. فبالتالي ولا اتمنى ان تتقبلوا اعتذاري. وإلا كنتم مستعدين دابا يلا نبداو. 26 أبريل 2002، ميا غادي تزاد في وسط واحد العائلة اللي كتبغي بعضها، عائلة اللي غادي نقولو كيبغيو بعضياتهم وكيبغيو لبعضياتهم الخير. هاد العائلة متكونة من الأب الأم والأخ وميا. أمورهم كانت طيبة في الأول، إلا أنه واحد لقيتة الأبوين ما غيبقاوش متفاهمين فغادي يتفارقوا. الاب من مور داكشي غادي يولي يتزوج، وغادي يتزوج واحد السيده اللي كانت عزيزه عليها ميا، نظرا لانها واحد البنت اللي كلها طاقه ايجابيه دائما كتدخل عندك وكلها حماس وغير كتضحك. عرفتوا داك الانسانه اللي كيبغيها كل شيء ومصاب غير تجلس في المجمع وتنشطو. هي غادي تبقى كتقرا حتى توصل 2020 فين غتشد الدبلوم ديالها، وهنا غادي تخصص في الطب ديال الرياضه. غادي تمشي لاورلاندو فين غادي تبدا تخدم وتقرا اون باراليل. تبقى على الاتصال بالوالدين ديالها، كانت قريبه بزاف بزاف من الاب ديالها اللي كان دائما كيجي كيطلع ليها كيشوفها واش ما خاصها حتى شي حاجه. هي في الحقيقه كانت انسانه اللي جاده ودائما كتحاول انها توفر لراسها كاع داكشي اللي خاصها بلا ما تحتاج المصروف ديال والديها. فالمهم الاب كان دائما كيجي كيطلع ليها. واحد النهار غادي تقول ليه بلا ما تجي راه انا اللي غادي نتنقل نجي نشوفكم. كذلك كان كتجمع الباليزه ديالها وكدير معاهم النهار اللي غادي توصل فيه. الوالدين غادي يوصلوا للمطار وغادي يبقاو يصينوا الطياره توصل. كيشوفوا الطياره وصلت، الناس كيخرجوا، واحد الوقيته كيبانوا لهم غير لي زوتيس خارجين. غيمشيو عندهم ويسولوهم على ميا، كيقول لهم حنايا الناس اللي كانوا معنا راه كلشي خرج، دابا راه ما بقى حتى شي واحد في الطياره. كيمشيو كيقلبوا ما كاين حتى شي واحد، ميا ما جاتش معاهم اساسا. فغيتصلوا بالمطار اللي كانت غتخرج منه، كيقول لهم هاد السيده هادي اصلا ما تاونروجيستراتش، يعني ما وصلتش حتى للمطار في اورلاندو باش غادي توصل عندهم. الام كتحاول تصل بالبنت، البنت ما كتجاوبش. الاب كيتصل والو لا جواب. كيمشي ليه كتعرفوا في الايفون كيمشي واحد الميساج، ولكن كيجي بحال لاكوزي دو ريسيبسيون بانه داك الميساج راه مشاف فلان وداك التليفون ديال داك السيد راه شاعل. هنا الاب ما كيجيهش لاكوزي دو ريسيبسيون، فالقضيه غادي تكون شويه مزيره. الام شنو غدير؟ غتصل بالصديقه ديالها كتقول لها انا راني مازال في الخدمه راه مازال ما غنوصلش دابا. كتصل بالشرطه تعيط ل 911 كتقول لهم الله يجازيكم بخير اوديها شنو كاين شنو كاين، البنت ديالي راه ما وصلاتش وما تاونروجيسترات في المطار، بغيتكم غير تمشيو تطمئنوا عليها واش كاينه في الدار واش كاين شي حاجه، وتقول لها يعني غير تعلموها باش انها تتصل بيا. البوليس كيمشيو فعلا للدار كيطلعوا. هاد الدار هادي جايه في واحد المجمع سكني بحال غادي نقولوا دي بتيت فيلا، وميا كانت ساكنه اون كولوكاسيون مع واحد الصديقه ديالها. كيف قلنا البوليس كيمشيو كيطلو ما كتبان لهم شي حاجه، اللي زعما كيبان لهم الباب مسدود عادي ما كاين حتى شي حاجه تستدعي الشك وبالتالي التدخل ديالهم. كيرجعوا عند الام كتقول لهم شوفوا انا راه يلاه اتصلت بالصديقه ديالها، غير بقاو تما الله يجازيكم بخير، راه الصديقه غادي تجي وغادي تحل لكم الباب. اوكي ما كاين حتى مشكل. البوليس كيبقاو سيغ بلاص حتى كتوصل هاد البنت هادي، واللي بالفعل كتجي كتحل لهم الباب. وكيبقاو يسولوها شنو كتعرف على ميا، كتقول لهم انها واحد الانسانه اللي جاده معقوله كتعرف الخدمه الدار القرايه ما عندهاش مع الخروج، ماشي شي وحده اللي في طاغ زعما وغتمشي للحفلات والسهرات الى اخره، راه غتكون غير هنا الا كاينه شي حاجه راه دابا تولي تدخل. كيقولوا ليها البوليس بلاتي الا تقدري تحلي لنا غير البيت ديالها. كيحاولوا يحلوا البيت، هذا البيت هذا ما غاديش يتحل. علاش؟ من البوليس غادي يضرب الدور على الدار وغادي يلقى ان السرجم ولا النافذه محلوله، كينقز منه كيدخل باش يعرف اشنو واقع. اول حاجه تشد الانتباه ديالو هو ان الناموسيه ما مصاوباش، ثم على الباب كيشوف بحال واحد شد امابل، كيشوف واحد الخزانه جايه من مور الباب ومبلوكيها باش الباب ما يتحلش. السرير اولا الناموسيه ديال البنت
مخرمز فيه هكا فوضى. غنخلي لكم تصور باش تشوفوا. كيحل الباب البوليس اللي معاه وداكشي باش يدخلوا يعرفوا شنو كاين. هنا البنت اللي ساكنه مع ميا ملي كتشوف هاد الحاله هذه كتقول لهم هادشي راه ماشي طبيعي. كيقول لها كيفاش؟ كتقول لهم اودي هي راه واحد الانسانه اللي كيف شرحت فمن الضما راه ما يمكنش تخرج وتخلي الروينه من موراها، راه مولفه انها ما كتجي فين تخرج اولا تسافر حتى كتكون مصاوبه السرير ديالها والحوايج ديالها منظمين الى اخره. كتزيد واحد شويه كتقول لهم بلاتي راه السرجم ناقصه فيه شي بياسه، راه هادشي راه ماشي طبيعي ويعني ويدق ناقوس الخطر. كيفاش؟ كتقول لهم راه باها كان جا وصاوب ليها واحد لا سيغور واحد لو فيغو راه طاير من هنايا ما كيجيو فين يبداو البحث، لان هنايا كانت تقريبا ديك 9:45 كيجي كيوصل الوالد ديال ميا عندهم اللي غادي يخليهم يفكروا انه كاينه شي حاجه اللي ماشي حتى لهيه هي انه الباليزه ديالها محلوله. وكانت يعني الحركه اللي واقعه في البيت كتبين على انه هاد السيده هذه كانت على استعداد باش انها تخرج، ولكن اللي وقع هو اللي غير طبيعي. كتزيد تاكد لهم البنت على انه ميا راه ما كتسافرش الا الا دات معها واحد نونوغس، وهذاك نونوغس كان مازال في البلاكار. يعني هذه خرجات هاد البنت ميا خرجات وبلا نويا كيف كنقولوا بالعاميه. البحث البوليس غادي يمشيو يتصلوا باول وحدين هما الشركه ديال الطيران اللي كانت حجزات معاهم ميا التذكره ديالها، فكيأكدوا لهم على انه فعلا هاد السيده هذه كانت خدات التذكره ديالها، ولكن راها مركباتش في لو فول تيليتال في الايروبور، راه ما دخلاتش ما تسجلاتش ما كايناش في الكاميرات ديال المراقبه. اذا هما البوليس خاصهم يأطروا هذيك البلاصه فين كيبحثوا باش يعرفوا اشنو واقع. وفي نظركم اشنو غادي يكون وقع؟ السيده هنا او لامية تعرف على انها مختفيه، البوليس غادي بلاكارديو الصور ديالها بارتو باش الناس اللي عرفتها غادي تجي تعلم بانها شافتها في البلاصه الفلانيه ويتعلموا البوليس. وراكم عارفين السيروره باش كيمشيو. المهم انهم غادي يمشيو عند المكتريه باش يعرفوا عليها اكثر، ربما يكون تحركات ديالها باينين في الكاميرا ومن هنا يقدروا يمشيو يبحثوا يعني بلو فاسيلمون. السيده اللي مكلفه بالكراء كتجي كتقول لهم اودي انا اللي عارفه هو انه كان واحد السيد هنا في العماره حاط عليها العين، ولكن هي وضحات ليه الامور على انه راه ما تقدرش تدخل معاه في علاقه لانها كتشوفه مجرد صديق ويعني وما غاديش تفهم معاه. فالامور بيناتهم وضحت وكل واحد فيهم مشى الى حال سبيله. رجعوا لعند الاب اللي غادي يدخل الغرفه ديال بنتو وغادي يبحث مع البوليس وغادي يشوف شي حوايج اللي غادي تكون مهمه وغادي تعاون في البحث. وصل للغرفه ديال بنتو هو والعائله، دخلوا وبقاو كيبحثوا باش يعرفوا اشنو واقع. الاب كتجي عينيه اوتوماتيكمون على واحد البلاصه في الزربيه اللي كتبان شويه مهزوزه، كان مخشي تحت منها كوتور. كوتور في نظركم اش كيدير في الغرفه ديال المختفيه؟ نتمنى انكم توقفوا لا فيديو عند هذه النقطه هذه، تكتبوا لي في لي كومونتير النظريه ديالكم ومن بعد نكملوا. يعطيه البوليس اللي كيمشيو يصيفطوه للمختبر باش يعرفوا الاديان اللي عليه ديال من. والخطوه اللي بغيت نديرها بين قوسين اولا الحركه اللي دارها الاب كانت جميله جدا، بحيث انها يعني مهمه في التحقيق ديالهم، هي انه ما دخل الغرفه حتى دخل مجهز بحيث انه كان مغلف مزيان باش ما تمشيش شي حاجه عوجه في التحقيق. المهم انه مازال كيبحث البوليس معاه في الغرفه وفي هذا يعني وفي الدار كامله. كيجي الاب كيقول لهم انا راه اول حاجه لاحظت ملي دخلت هو ان لا بوزيسيون ديال السرير يعني كيفاش كان منزل السرير ماشي هي غادي نقولوا الوضعيه اللي كان عليها في النهار الاول، بحيث انه الا كان يعني حطاه جهه السرجم هاد الوقيته ولا تقريبا عطي راسو جهه الباب. وخير دليل على الكلام ديالو هو داك لومبرينت ديال الرجل ديال الناموسيه، او لا الرجل ديال الناموسيه كانت عاطيه راسها لواحد الاتجاه وتيبان العكس ديالها. المهم نتمنى ان الميساج يكون وصل والشرح ديالي يكون دقيق. العائله هنايا يعني مازال غاديه وكتستمر في البحث ديالها، فاذا به كيشوفوا واحد سياره غريز دايزه وكتستاسيوني كيخرجوا كيوقفوا. الخاله هنا كتعرف على صاحب ديك السياره،
تثور الخالة في وجه أرماندو كتقول ليه بأنني شتي انت، أنا متأكدة أنك انت الفاعل وانت السبب في تغييب البنت ديالنا، انت اللي درتي ليها، انت اللي كنتي كتصيفط ليها لي ميساج ديالك العوجين وكتبقى تعبر ليها على الحب ديالك مع انها ما عمرها ما عطاتك اهتمام، انت اللي غتكون درتي شي حاجه. الخاله كتهضر ووحدين كذلك من العائله كيدوروا على الطوموبيل وهو واقف عادي يعني مسالم، كيقول لها انا راني جيت لانني خايف عليها، راه يلاه وصلني الخبر بانها راها ما لقيتوهاش، شنو واقع؟ الا كاينه شي مساعده. كتقول له الخاله ما عندنا ما نديرو بك بالمساعده ديالك، حنا متاكدين انك انت هو الفاعل وغادي نخلي لكم لا فيديو تشوفوها. بينما الخاله في جدال مع ارماندو العاشق الولهان، وحدين في العائله قلنا انهم كيدوروا بالطوموبيل، فاذا به واحد لقيته واحد فيهم كيغوت كعيط البوليس كيقول لهم اجيو تشوفوا راه عنده شي حاجه في الطوموبيل ديالو. في نظركم البوليس غادي يتحرك وغادي يدير شي حاجه قدامهم؟ لا ابدا، البوليس غادي يبقى واقف ومتبع غير هاد المشاده الكلاميه، رغم انه ارموندو كان بين انه مكال وما كيدير حتى شي حاجه، بالعكس باغي يبين او لا يعطي غير يد المساعده. دوك الاطراف اللي قدام الطوموبيل كيشوفوا ان السيد عنده تورنوفيس في الطوموبيل ديالو، غادي نخلي لكم التصويره، وعنده واحد الغطاء وردي وعنده كوك ديال التليفون. اش كيدير هادشي هذا كامل في الطوموبيل ديالو؟ واش ارموندو عنده يد في اختفاء المختفيه كيف ما قالت الخاله؟ باش الخاله ديال المختفيه ترتاح، ارموندو كيتصل بواحد السيده اللي خدامه معاه وكيقول لها تاتي واش البارح كنت خدام معاك في الساعه الفلانيه؟ ايه. شكون لقينا في الساعه الفلانيه؟ لقينا المختفيه اللي هي ميا. من بعد شنو دهرت؟ من بعد قالت لنا بسلامه بسلامه، وحنا شنو درنا؟ حنا بقينا غادي نكملين الى ان سمعنا انها اختفت. الخاله هنا مازال مبردش ليها الخاطر ومازال كتقول ليه انت اللي درتي وانت اللي فعلتي وانت اللي تركتي. البوليس هنا ما عندهم حتى شي حاجه، ما عندهمش اذن باش انهم يلقيو القبض على ارموندو، وما عندهم حتى شي حاجه يقدروا يعني يدينوه بها، فبالتالي كيخليو داكشي غادي هكاك، وغادي يخرجوا بتصريح امام الصحافه اللي غادي يقولوا فيه انهم ما لقاو عليه حتى شي حاجه، ما عندهمش اذن كيف شرحت لكم، فبالتالي كيخليوه حر طليق. ولكن في نظركم واش هاد الشيء هذا يعني تصرف عادي من الشرطه؟ واش كان خاصهم يديروا ارماندو؟ من بين لي ميساج اللي كانوا وصلوا لمية وراتوا للعائله وبوستاتو كذلك في الصفحات ديالها وشافوه الاصدقاء والصديقات، كان واحد الميساج اللي فيه ايحاءات راكم فهمتوا، وانا بدوري انا ما غاديش نقدر نوريه لكم لانه اولا ما فيه ما يتشاف، ثم الحاجه اللي غتخليني ما نوريهش هو انني يعني استحي منكم وما نقدرش نتلفظ بشي حاجه اللي تخدش المسامع ديالكم، فتسمحوا لي. المهم نكملوا القصه. اليوم الموالي على الاختفاء، العائله كتبع ارموندو الخطوات ديالو، اش كيدير، شنو عنده في مخه، واش هو السبب، واش ماشي هو. المهم هما عندهم احساس انه هو يقدر يكون داير شي حاجه، كيتبعوه. وغادي نخلي لكم لا فيديو اللي غادي تشوفوها ونكملوا. لا فيديو كيف شفتوا معايا كتبين ان ارموندو كيحل الطوموبيل ديالو كيبدا ينزل في بعض الاغراض. وحده في العائله كتقول انه راه عنده ديغون او لا عنده قفازات وكينزل واحد الحاجه اللي هنا غادي تثير جنون ديال العائله، وهي داك الغطاء الوردي الذي كان يعود لاحدى الخالات. وهنا كيتاكدوا انه هو عنده يد في شي حاجه، يعني هنا عندهم دليل قاطع على انه الا ما كانش المهم راه داير شي حاجه. غادي يلقاو مشكل مع الشرطه، بحيث انهم منين كيتصلوا كيقولوا لهم هاد الشرطه هادو حنايا ماشي حنا المسؤولين على هذيك لا ريجيون او هذيك المنطقه اللي نتوما فيها، خاصكم تتصلوا بالشرطه اللي يعني مكلفه. كانت يعني نقطه صائبه والبوليس فعلا غيجي، واحدى البوليس غيدخل مع واحد في العائله ديال المختفيه وغادي يدخلوا للدار وغيبقاو يقلبوا. في نظركم غيلقاو شي حاجه؟ هذاك السيد اللي من العائله ديال المختفيه والبوليس ما لقاوش شي حاجه،
فبالتالي هنا البوليس غيحسموا مع العائله غيقولوا لهم الله يجازيكم بخير، دابا نتوما درتو اللي عليكم يعني، وعطيتونا بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نمشيو عليهم، ولكن راه هاد السيده هادي راه ما عندها حتى شي علاقه بهاد السيد، خليوه يمشي في حاله، غتخليونا حنايا نخدموا على خاطرنا، والا كانت شي حاجه غادي نبلغوكم. العائله غادي ترجع للدار عند ميا، واول حاجه تثير عاوتاني الشكوك هي انهم في الحمام شرف الله قدركم كيلقاو واحد الورده مرميه، ورده كتعني على انه ربما كان هناك، هاد الشيء كيزيد ياكد الشكوك ديالهم. أرموندو هو اللي داير، ولكن في نظر البوليس وفي نظر الشرطة والعامة واش أرموندو داير؟ خلال البحث كيعرفوا على أنه أرموندو ما عندوش بتاتا علاقة بديك الوردة اللي كانوا شاكين وكانوا باغينها كذلك كدليل على أرموندو، يعني ديك الشي ديالهم صافي ما بقى شاد، وكيعرفوا من خلال الشركة على أنها هي من أهدت الورود للساكنة ديالها احتفالا بشي مناسبة خاصة. هنا كيف قلت لكم الأب غادي يبدأ هو البحث ديالو بطريقته الخاصة، وخاصو يعرف نوعية العلاقة ديال أرموندو مع بنته، اشنو كان باغي منها، واش كانوا على علاقة، واش كانت علاقتهم سرية أو لا أو لا أو لا. فالأب كيتوصل بعدة أخبار تدلي على أنه أرموندو كان واحد سيد اللي كيبغي ميا، ميا ما عندهاش بتاتا علاقة به، كان واحد الإنسان اللي حاول بشتى الوسائل أنه يتقرب منها إلا أنها كانت دائما كترفضه، لدرجة أنه واحد الوقيته حاول يتقرب منها حتى ماديا، ولكن هي ما بغية منه حتى شي حاجة لا فلوسه، كانت مرة خدات منه أكادو، ولكن من غير داكشي ما كانتش باغيه كاع تعرف عليه شي حاجه، لانه كان كيجيها من داك النوع اللي ثقيل بين قوسين، ولصقا ما كيخليهاش تصرف على حريتها، دائما كيشوفها هي الحبيبه الوغ كو هي دائما كتشوفه زعما صديق، واحد لقيته حتى ديك صديق ملاتها. كيزيد يعرف على انه واحد المره أرموندو صيفط لميا 600 دولار، وميا ما شداتهاش ولا ترجعتها ليه، وعاوتاني هو بقى غادي بداكشي هكاك لمدة ايام، هو كيصيفط ليها وهي كترد ليه، هو كيصيفط ليها وهي كترد ليه، ومنين فهم استسلمش، ولكن بقات العلاقة ديالهم غادية عادية، بحيث انهم بعد خات كيتشوفوا يقدروا يشربوا قهوة، ولكن العلاقة ديالهم بقات محدودة. هذا هو الاصل ديال المشكل، لانه هي منين ما بغياش كان عليها تحدد معاه نوعية العلاقة، انا وياك نبقى خوت قابيناتنا ديك بونجور بونجور من البعيد، اما اليوم غتشربي معاه قهوه يعني انك كتفتحي ليه المجال، ولا كتقولي ليه بطريقه او باخرى انه ممكن يكون بيني وبينك شي حاجه، ولكن هذا القوس غادي نسدوه ونكملوا القصه ديالنا. البوليس هنا غادي يمشيو عند المناجر ديال داك المجمع السكني، وهنا غادي تقول لهم شوفوا انا اللي عارفه هو انه اي واحد في السكان هنا عنده واحد المفتاح، عنده ساروت كيحل به، وهاد الساروت هذا فيه واحد سيستيم دو سيكوريتي، فيه واحد الشريحه اللي اون فوا ساروت كيدخل اون كونتاكت مع لا سيغور وكيبغي يحل، هاد الساروت هذا كيسجل اي دخول خروج، ولا حتى الطريقه ديال الباب، يعني انه غادي يسد عليه بالسوارت. هاد الشيء هذا غادي يفيد في البحث، وغادي نقول لكم اشنو سجل. مع 16:34 أو السادسة عشرة 34 دقيقة، ساروت المفتاح ديال ميا كيسجل واحد الحركة ديال الدخول، واش ميا اللي حلات هاد الباب هذا أو المكترية اللي معها أو شخص واحد آخر. اللي كيصدم المناجر هو أنه في السيستيم كيتبين على أنه اللي دخل الدار كان عامل من عمال الصيانة، شي واحد اللي كيجي يقلب لك واش الروبيني خاسر واش الشوفاج شاعل الى اخره، اللي حل كان منهم. المناجر خاصها تقلب وتعرف شكون اللي كانت فيه النوبه داك النهار. في البحث ديالها يتبين على انه أرموندو كيف شكيتو
هو اللي كانت فيه النوبة، ولكن ممكن أنه ساروت ديالو يكون عطيه لشي حد ولا هذا. في نظركم واش هو ولا ما هوش؟ تحبسوا الفيديو مجددا وتقولوا لي شكون ممكن يكون. مهم أن الابارتمون اللي كتسكن فيه مية ولا مسرح جريمة، وهنا غادي يجمدوه. ما بقى لا من حق العائلة ولا من حق أي واحد غريب يدخل يشوف فيه، لأنه إلى قاس ربما يكون تلوث للبصمات وهذا، وليكون فيه تغيير للملامح ديال هذا المسرح هذا، فبالتالي القضية تجمدات والبحث هنا خاصو يطول، والبوليس خاصهم يديروا خدمتهم على أكمل وجه. غادي يمشي ويقلبوا على أرماندو. البوليس بداو كيقلبوا في الريزو على أرماندو فينا هو، وكيقلبوا كذلك على الهاتف ديال المختفية فين غيعطي السينيال، وجابوا معاهم البوليس ولا دي زيكيب وحد اخرين اللي غادي يبحثوا، والكلاب البوليسيه المدربه كذلك. المهم هما كيبحثوا ضروري غادي يلقاو شي حاجه. جاو للدار ديال ارموندو، وهنا كيلقاو واحد السيد كذلك كاري مع ارموندو، حتى هو كولوكاتير. غادي يقول لهم بلا ما تهموا السيد، حنا داك النهار راه ارموندو راه كان جابين 6 7 وتفرجنا فيلم وتعشينا مجموعين ودوزنا سهره رائعه وداكشي، السيد راه ليس له دخل، انا هادشي كنشهد به. ولكن البوليس واش خاصهم يتيقوه؟ راه خاصهم شي حاجه اللي ملموسه، شي دلائل اللي غيبينوا في المحكمه ويبينوا. شغل الكاميرات التسجيل اللي كاينه في هذاك المجمع، وكيلقاو هاد الصوره هذه اللي غادي نحط لكم، واللي كيبان فيها ان ارموندو راه ما كانش في الدار كيف ما قال هذاك السيد اللي كان معاه، راه كان في الساعه الفلانيه اللي كتشوفوا قدامكم في المجمع السكني. يعني انه عنده يد بطريقه او باخرى في اختفاء السيده هذه، وربما نكونوا غلطين، فخليكم معايا في البحث. البوليس يكثفون المجهودات، لانه كل نهار كيدوز السيده ما كتبانش وما عندهم عليها خبر، والتليفون ديالها ما خدامش، وهو ما عارفين فين يتصلوا به. يعني غبر هاد السيد هذا، شنو كيديروا؟ كيمشيو عند الوالده ديالو اللي كتقول لهم اودي انا نهار الفلاني راه عاد كنجا عندي مع الصديقه ديالو اللي عندها حتى هي وليد، امورهم طيبه، راه ما كاين حتى شي حاجه، انا ما عندي علم عليه لا فين هو ولا شنو داير. يوجهوا الاتجاه لعند صديق ديال ارموندو، وخاصهم يسولوه واش عندك شي حاجه عليه، واش عندك ما تقول لنا. يقول لهم انا اللي عارف هو انه كانت عنده رغبه في انه يدخل في علاقه مع هاد السيده هذه، ولكن بما انها كانت تصده دائما وكتقول ليه ما عندي ما ندير بيك وانت ماشي لو ستيل ديالي، يعني هو حاول انه يغض البصر ولقى سيده واحده اخرى. ولكن المهم والصادم هو اللي غيجيكم دابا، غيزيد يكمل ليهم هاد السيد هذا، غيقول ليهم اودي انا اللي عارف انه راه كان خاصو يمشي النهار الفلاني يمشي يصلح ليها واحد لافويت كان عندها الما كيقطر في شي بلاصه، وخاصو يمشي يصاوب ليها هذيك لابان. كيرجعوا لعند المناجر، ربما تلقى شي ديتاي يعني واضح يزيد يديهم لعند السيد ديريكتومون. كتقول لهم اودي انا داك النهار راه كان جاني اتصال من عند شي واحد، ما قال لا سميتو ولا الدار فين ساكن ولا ورا رقم الاتصال ديالو، كيقول على انه سوارت ديالو ضيعهم وخاصو شي واحد يجي يحل ليه الباب. مين كنقول ليه شكون انت شكون انت شكون انت، اقطع عليا. الشرطه هنا دارت الخدمه ديالها وبدات كتقلف داك الرقم اللي اتصل بالمناجر، وهنا كيعرفوا ان الرقم يعود لارموندو بطبيعة الحال. ايام من بعد هذا الحادث هذا، الناس اللي مختصين بالصيانه كيعيطوا للبوليس وكيقول لهم خاصكم تجيو على وجه السرعه. البوليس منين كيوصلوا كيلقاو واحد الجثه معلقه في واحد الكراج. هاد الجثه هذه في نظركم ديال من؟ الجثه تعود لارموندو، اللي منين كيمشيو يقيسوا النبض ديالو كيعرفوا على انه فارق الحياه ومات بديك الطريقه البشعه شنق راسو. هزو الجثة وكيديوها لمستودع الأموات، ومنين كيبغيو يديرو ليه التشريح كيلقاو عندو بعض الخدوش اللي خاصهم يبحثو فيها ويعرفو هادوك الخدوش ديال من. كيمشيو للسيارة ديالو باش يديرو عليها دي روشيرش، ربما يلقاو شي حاجة تثبت أو للعكس أنه الفاعل، ولا كيف قلنا غير ذلك. كيحلو الطنوبيل كيلقاو عندو واحد سكوتش، غادي نخلي لكم التصويرة وتشوفو ملوي، يعني داك السكوتش كان مستعمل وكانه لاويه على شي حاجه وحيدها من بعد.
المهم انهم هما خاصهم يعرفوا دابا المختفي ارماندو لقى الحاتف ديالو، دابا خاصنا مية في نهاية. وهما كيبحثوا كيجيهم ان سينيال من التليفون ديال مية، منين كيمشيو التليفون كيوصلهم نيشان عند الاب ديال مية. اش كيدير التليفون عند بنته؟ كيقولوا ليه شنو درتي؟ يقول لهم راه انا غير فقط خديت النمره ديالها من عند الشركه وداكشي باش نعرف بنتي مع من كتواصل، ربما نوصل لشي بيست. كيقولوا ليها ودي راك خرمزتي لينا الشغل، خلينا نقلبوا على البنت. خاصهم يقلبوا في التليفون ديال ارماندو، منين كيبحثوا داكشي وكيشوفوا التخطيط فين مشى بالسياره الى اخره، كيشوفوه توقف واحد البلاصه، غادي نقولوا واحد المنطقه شبه غابه، وهي في واحد البلاصه وبقى فيها شحال هو جالس. قالوا غادي نمشيو لديك البلاصه، فبقاو متبعين. كيلقاوها كيف شرحت لكم، منطقة شبه غابوية وفيها عشب نايت بغزارة، وفيها واحد البلاصة اللي فيها داك العشب بحال الا ممعوس هكا، يعني شي حاجة دازت عليه، غادي نقولو غالبا سيارة. وحدهم هما داخلين حتى كتبان ليهم جثة امرأة، الجثة حداها ساك حمر. كيقلبوا فيه كيلقاو بالفعل البيرمي ديال مية، مع الأسف لقاو عليها الآثار ديال السكوتش في يديها في عنقها في رجليها، يعني أن هاد السيدة كانت محتجزة من طرف أرماندو اللي شدها وسكوتش عليها رجليها، والعالم الله أشنو دار ليها. تأكدوا من نوعية السكوتش، كيلقاوها متطابقة تماما مع نفس السكوتش اللي لقاو في السيارة وقلت لكم كان مستعمل. وزادوا تأكدوا على أنه فعلا اعتدى عليها، عاد خنقها وقتلها وحطها في هذيك البلاصه. هذا الشيء كيعني على انه لن تكون هناك متابعه قضائيه للجاني، وهي يعني توفات في ظروف صعبه جدا. هذا حبايبي غادي نكون ساليت هاد لا فيديو هذه، اللي كنتمنى من كل قلبي انها تكون لقات لي استحسان ديالكم ونكون توفقت في السرد ديالها. اكيد اكيد كنبغيكم تشاطروني الراي وتقولوا لي كذلك القضايا اللي بغيتوا تسمعوها مني. كنشكركم جزيل الشكر لو وصلتوا معي حتى لهذه الوقيتة، ونتلقاو ان شاء الله ساعة مبروكة. تبارك الله عليكم.